والله وما تجي لها الطاليان هذا حتى تخرج منك في المغرب. ها اللي مشات ليه فلوس، ها اللي كيتسنى، ها اللي ما لقاش موعد، ها اللي تنصب عليه، ها اللي مات ليه الباترون، ها اللي محتاجين ليه هنا السكنه خاصك تزيدنا الفلوس ديال السكنه، ها اللي بغى لا سيفراسيوني، ها اللي نصب عليه المحامي، ها اللي الكاف دالي فلوسو دالي اوراقو ضحك عليه عطاه روسي باعو ليه، باعو لهذاك اللي في المغرب، والضحيه هو هذاك اللي في المغرب كيتسنى مسكين. قانون ديال عقود العمل ديال الكونترات اللي كتفتح الطاليان كل عام كيجي غير من سعد الشفاره والنصاب. شكون الضحيه؟ الضحيه اللي كيخدم معقول هنا الكونترات كيخرج كيعطي الناس كيخدم معقول، والسيد اللي باغي يجي من المغرب ولا السيده اللي باغا تجي من المغرب اللي كيدفعوا الكونترات كيبغيو يجيو يطلعوا لهنا الطاليان باش انهم يخدموا. وتخيلوا معايا كاين ديولنا تخيلوا معايا ثلاثه الكونترات ديال روما، يعني ثلاثه الدراري باغيين يجيو من المغرب الطاليان بالضبط الروما، خاص ضروري دفع العبار ديال الدار السكن اللي غادي يجيو عليها الدراري هادو يجيو فين خاصهم يجيو يستقروا يسكنوا. عيطنا لواحد المغربي في روما اودي راه حنا محتاجين يدوني تالو جاتيفا العبار ديال الدار باش ندفعوا لواحد الدراري راه تقبلت لهم الكونترا. عرفتي شحال طلبوا الاخوان؟ واحد خونا شحال طلب؟ مليون ونص الورقه وحده، العبار ديال الدار مليون ونص ماشي لثلاثه الواحد، الواثق ما كيحلفش بلا ما يحلف لك، ماشي اليوم ثلاثه مليون ونص 1500 اورو الواحد، وغادي صوبعه ورقه وحده وفيهم هما بثلاثه لان الدار تجمعهم بثلاثه ولا اربعه ولا خمسه وداك الشيء اللي كاين في الدار. ورقه ديال يدوني طالو جاتيفا ديال العبار ديال الدار، كاين شي بلديات ممكن تطلع لك غير 16 اورو تنبر، وكاين شي بلديه تطلع لك ممكن 150 اورو طلع باش ما بغات، ولكن باش تطلب 1500 اورو مليون ونص على كل واحد الشفره هذه. وكاين شي محاسبين حتى هما باش يفيرمي لك هذاك لاسيفيراسيوني اللي كتحتاجو الحكومه في الطلب ديال الالتزام بان هذا الباترون هذا راه ممكن يجيب هذا العدد ديال العمال وكتوفر فيه الشروط وعنده جميع الوثائق المطلوبه، كيحتاجوا لاسيفيراسيوني التزام ديال المحلف اما محاسب ولا محامي. كاين شي محاسبين وصلوا ل 1500 اورو 1500 اورو، والتزام كاين اللي داروا منهم هذاك خونا اللي خرجت ليه كونترا ديال ليكوب شحال داروا 170 اورو ما كاملش 40000 ريال، وكاين المحاسبين منهم اللي كيطلبوا مليون ونص. وشوف اما ما نهضروش على ناس الكاف، وتحيه الناس اللي كيخدموا معقولين، الناس كيتعاملوا معنا حنا كنعرفوهم. كاين من الكافات اللي حتى باغي دير طلب في المثال ديال دوميستيكو بادان تيبغى تجيب شي حد يخدم عندك، كتدي له الوثائق كاملين ديالك، كتدي الكود كارطا ديدنتيتا العبار ديال الدار كلشي داكشي اللي باغي الكاف. اشنو كيدير لك الكاف حتى هو كيخدمك؟ شنو كيدير لك؟ كياخذ من عندك الوريقات كيدفع لواحد اخر ماشي هذاك اللي قلتي لي جيب انت، انت باغي تجيب خوك ولا اختك ولا ابن عمك ولا شي واحد كتعرفه ولا باغي تبيعها كاع شغلك هذاك، اشنو كيدير حتى هو مول الكاف؟ كيدفع لواحد اخر بالفلوس، انت كيتخلص من عندك في الطلب، شاد من عندك 500 ولا 1000 ولا 400 ولا 170 ولا 100 ولا يقول لك غير سير، وهو كيجيب واحد اخر بالوريقات ديالك انت، وانت كيعطيك روسي مضروب مزور ما دي ما تجيب، مستامبيه ليك مهبطو من الكمبيوتر ما دي ما تجيب، تشوفو تقول هو هذا ودير لك واحد التوقيت زوين كيقول لك تسنى، وهو راه جاب واحد اخر بالوراق ديالك انت باعها بسبعه ولا ثمانيه باش ما شدو هو رابح. شكون الضحيه قلنا؟ وهما الناس اللي كيخدموا معقولين والناس اللي باغيين يجيو، يعني خوتنا المغاربه اللي باغيين يجيو دخلوا هنا، هما اللي كيخلصوا هذا الشيء هذا كامل، هاد سبيزي هادو المصاريف كتقول له ها شحال يلا ارا خلص. اما ما نهضروش لي على المواعيد هذيك حاجه اخرى ثاني، الضحايا ديالنا باش كتخرج لهم كونترا ولا نولاصه ديال التجمع العائلي باش تخرج لهم كونترا، وكيمشي ثاني خاصو موعد راهي الخلاص خلاص باش كيكون عندك شي خطا في الجيمايل ولا شي حاجه كيدور بك السماسريه كيقول لك الا بغيتيني نصلحوا لك الجيمايل وكذا وهذه اها نتوما تصلحوا الجيمايل وحنا لا مشينا للفي اف اس جلوبال دي بيرسونا شخصيا ما يصلحوش لينا. كيفاش نتوما تصلحوا الجيمايل وحنا ما يصلحوش لينا؟ اللي انا اللي باغي ناخذ الموعد ديالي هذاك الشيء
كيقول لك تاني عطيني مليون ولا مليون ونص باش نصاوب لك جيميل ونعطيك موعد وندبر لك ونشوف لك. الضحيه هما هادوك اللي هما خوتنا عاد الناس اللي كيخدموا معقولين بطبيعه الحال. فهاد الذكرات فلوس قانون ديال التدفقات قانون الكونترات كلشي واكل ومن صالح بطبيعه الحال الحكومه اللي هي كتاكل اكثر ومكبره كرشها بطبيعه الحال. عاد تنابر راه الملايير ديال تنابر راه فلوس راه كاسكاطه شلال ديال تنابر ديال الفلوس كتدخل هنايا وما على بالهمش ما سوقهمش. عاد المحاميين نزيدك المحاميين كتمشي عند شي محامي كيبيع لك الروسي كيقول لك جيب ليا الوراق كيبدا يطبع في الرواسه ويخرج طبع ولوح كيبيعوا الروسيات 150 اورو الروسي. كاين حتى في المغرب كيقول لك عطيني ندفع لك ولكن غتعطيني واحد 200 اورو عطيني 40000 ريال 50000 ريال 20000 30000 حتى كتعطيه كيبيع لك الروسي حتى شاريها الروسي وكتسنى في خو الخاوي ما كاين حتى شي حاجه. وشوف وصلنا مع القانون ديال ذكريات فلوسي قانون عقود العام ومن هذا الشيء هذا كامل كون غير تخلص وتجي هو هذاك وتمشي للبوست ديال الخدمه ولا تدفع اوراق وما عندك حتى شي مشكل تمشي عند الباترون ديالك ديريكت والله ما تهم بالله وكلشي تعوضه كلشي ترجعه ان شاء الله. خاص غير تجي واللي وقف معاك تلقى اللي وقف معاك يديك البوست ديال الخدمه يقول لك اودي راه حنا محتاجين ندير الخدمه وندفعوا لك وكلشي وراه والله كترجع فلوسك. عام تجيش ثاني لهنا ويضحكوا عليك يقول لك ورا الباترون مات كاين اللي كتيتبع لك يدفع لك كتخرج الكونترا ولا وتيقول لك ورا ومات الباترون باش ما يدير معاك حتى شي لعبه ما يدير معاك والو وفلوسه راه هو شدهم ما تيموت الباترون حتى كتخرج لك حتى الكونترا وتبغي تجي لهنا لطاليا عدم الله اجرك الا مات الباترون. المهم الضحايا هما الناس كيخدموا قانونيين ومعقول والناس ديال المغرب مساكن كياكلوا في الضق.